وواحد الربعات المواد في التعليم أنا أعتقد بأن فيهم تدار المعركة الكبرى. الاجتماعيات، التاريخ والجغرافيا، هنا تكمن إحدى المعارك الكبرى في التعليم. تاريخ، كيف استطاع الغرب أن يجعل من فهم التاريخ شرط للوعي بالعالم؟ احنا مادة التاريخ مادة العذاب عند التلاميذ، والجغرافيا أشد بأسا وتنكيلا، بينما الجغرافيا هي بناء العقول الاستراتيجية. ملي كتقرأ الجغرافيا كتعرف الممرات العالمية، ملي كتقرأ الجغرافيا كتشكلك واحد الصورة على الاقتصاد، ملي كتقرأ الجغرافيا كتشكلك صورة على الشعوب، ملي كتقرأ الجغرافيا كتشكلك مواقع القارات. هاد جوج المفاتيح حنا عندنا سير تشوف العلاقة ما بيناتهم. صافي بقات عندنا هي الجغرافيا، رحنا ولينا كنقراو الرياضيات في بلاصة الجغرافيا. رحنا التاريخ والجغرافيا كنعتبر أحد المعارك التي خسرناها وخصنا نستردوها. الأمر الثاني الرياضيات. الرياضيات تحولت، ويعني أكبر من جنى الرياضيات هم الأساتذة الرياضيات، هم أكبر أعداء الرياضيات. أول خطأ بيداغوجي ارتكبه هو قاسوا الغباء والذكاء بحل التمرين. علاش التلميذ في الرياضيات كيقعد؟ لأنه يخشى أن يصدر عليه حكم غبي بسبب ما خرجش واحد التمرين. شوف فقط، هذه من أكبر المعارك ديال العلاقة مع الرياضيات، لأن الرياضيات عندها ثلاثة الإيجابيات. أول إيجابية عندها هي القدرة على تمثل الموضوع بشكل مجرد، بالتالي كيعطيك حركة في السفر في المجرد. هذا المفتاح، القوة الرياضيات هي هذه. ثانيا عندما يسمى بالتعميم، ولكن ماشي التعميم السلبي، معناه لما كنحل واحد المعادلة نموذج كل المعادلات التي على شكلتها قد حسمنا فيها. ثالثا عندما يسمى بالانسياب والمرونة في الفضاءات الأخرى. اللي تقرا الرياضيات ويفهمها مزيان ما كيوليش عندنا معاه مشكل في البيولوجيا، ما كيوليش عندنا مشكل معاه في الفيزياء، ما كيوليش مشكل في الكيمياء، كاننا نمد بمفاتيح السفر بسهوله في عالم اخرى. هذه هو اللي سيكمل فيها، وبالتالي العطب فيها يؤثر على هذه المجالات اللي ذكرت. ما كتصبحش عنده قدره على التجريد، لا يمتلك قدره التعميم، ولا يملك السفر في الفضاءات المتنوعه والمتعدده كشرط، يعني كاشاره. ثم الرسم، وما ادراك ما الرسم. خذوا دابا الطلبه ديال السبسبي، اصعب ماده عندهم هي ديال الديسان ديستريال. شيء طبيعي، لان انت عاطبه في الرسم من ابتدائي وانت قامع فيه الرسم، منين وصل للسبسبي قلت له خصك تصور وترسم وكذا. والدليل انت كتشوفوا الهندسه المعماريه حتى هي بسبب الرسم. تصور منين يسكنك من بكري هو كيرسم، منين غادي يوصل يولي فنان وعبقري في الرسم. نحن نريد ان نجني ثمار لشيء لم نستنبته في الصغر، ما يمكنش. رحله ديال العمر هو ضد الرسم، ومن بعد يعني معناه اللي كيكونوا في ديسان ديستريال والتي يكونوا فهي فلتت، هي فلتت. اما النسق التعليمي لا يصنعهم، لا يمدنا بالرسم، بل كثير من الاسر قامت بالوقت لمبدعين في البيوت ديالها. انا تنقول له قرا هذه، هو هي قاعد مشغول لي بالرسم، كانه الاشتغال بالرسم انتكاس، بينما الرسم راه ماشي مساله، راه نوع من الذكاء. تمثل الفضاء على الورقة اللي هي سطحية فيها أي جوج الأبعاد وترسم بها عوالم راه ماشي سهل. في أمريكا عندنا واحد المادة معروفة، الناس تخصص الرياضيات كيعرفوا جيومتري ديفيرونسيال من أصعب المواد في النسق ديالها، في البني ديالها، في الفهم ديالها. في الولايات المتحدة قالوا واش هذه المادة اللي صعيبة نقدروا ننزلوها لروض الأطفال، جيومتري ديفيرونسيال روض الأطفال. هم يجيبوا ناس في الرسم وفي الفن وخبراء في علم التربية وعلم النفس، وجابوا الناس الرياضيات في جيومتري ديفيرونسيال. الان تدرس جيومتري ديفيرونسيال، لا تيوري ديال لي فاريتي ولي فويتاج في الصغر، عباره عن لعب. منها خرجوا لنا ديك البركه اللي جابوا لنا حنا ديال اللي هو داك الاخر داخل جيومتري ديفيرونسيال. هما عندهم لي كوربير وعندهم اشكال متعدده. علاش دخلوا هذه العمليه؟ لان هذا هو الحصاد اللي من دابا 20 سنه 30 سنه ما غتكونش عندهم، غتكون عندهم مشاتل في هذا العلم، فدخلوه للابتدائي. الشيء اللي حنا الا ذكرنا عليه سيكون من سابع المستحيلات ان يقتنع الناس بان هذه الماده قد تدرس. انا مشيت لكوبنهاغن في الدنمارك، عندهم واحد ماشي متحف، يمكن نقول بان معهد علمي، ولكن هو عباره عن معرض ليكسبيريمونتانيوم كتدخل له تتجول فيه وتسارى. الاطفال ديما كيزوروه والكبار، كل هالتجارب الفيزيائيه والبيولوجيه مجموعه تما، ينشا في بيئه علميه. ولم يقل احد بانها تجربه ما نديروهاش للاطفال، مفتوح للجميع. تصور طفل ينشا في ذلك الفضاء. عندهم عاوتاني واحد اخر استرونيوم، تدخل القاعات تتفرج في الفلك، تاريخ الفلك، حصص. لما تنشأ هذه النشأة من الطفل هذا ما غيكونش عالم الفلك من بعد، شاف الكون خلال ما جمع من خلال ما تراكم. معناه أدوات مرتبطة بعشرين سنة 30 سنة ديال التأثير في المستقبل،
نحن الآن نعتقد أننا حتى 21 سنة عاد غيكون عندنا أطفال من هذا النوع. لا، هذا تحدي آخر اللي جملته فقلت التحدي الأخير هو شرط تعلم اللغة عبر المدرسة. مشيت لقيت الصينيين كيقلبوا يعلموا الصينية فين؟ في مدينة ديال العيون في الجنوب، ماشي العيون بوجدة، العيون الصحراء المغربية. تما جايين يعلموها مجانا 100 درهم تسجيل. واش هما وصلوا من السذاجة أنهم جايين لواحد المنطقة الساكنة ديالها محدودة تما؟ استراتيجيا يعتبروا أن اللغة إلا وصلت لتما وصلت الصين. اقتصاديا تجاريا ثقافيا كذا جايين يعلمون ولا يمرون عبر المؤسسات الرسمية ولم يرفعوا الشعار أنها تدرس في المدرسة. لا، يبحثون لها عن وسائل وأدوات. في كل عالم اللغات تحررت من وعاء المدرسي، إلا هنا لازال الصراع على أن تكون ضروري بالوعاء المدرسي. اللغة الآن أصبحت لها عشرات الوسائل والأدوات لتدريسها دون الوعاء المدرسي. نحن لازالت المعركة مشكلة في الذهن ديالنا ضروري في الوعاء المدرسي. الهند لم تستعمل في تدريس الإنجليزية الوعاء المدرسي، تجربة. أستراليا ما عندهاش نموذج المدرسة لأن الجغرافيا وعدد السكان لا يسمح ببناء. اللغة والمعرفة كلها تمر عبر التلفزيون والراديو، استعملوا وسائل الاتصال والإعلام، ولكن الأمهات والأباء نزهاء في الامتحان لأنهم ما تجاوبوش الأبناء ديالهم في المنازل، ما تخرجوا لهمش التمارين. معنا متفقين على النسق أنه يمكن يرسب عبر التلفزة والراديو، كتشوفوا تجاوب خطأ وتتخليه ستجاوب باش عملية التقييم تكون بريئة ما نشوش عليها. معنا هناك نسق متكامل، حنا كون يديرونها كل شيء جباشري. يعني إلا خذوا معنا هذه التجربة.